Bharata, the first Karana Brahmacharya. Thyroid gland, dark endocrine gland, high physical. That about the endocrine protectness, the abscessing and mafia data, the part when the exocrine or endocrine chin up to Muhara. Both chin matter had a good tissue, have a couple of an interior neck in front of the trachea. الويت مالتها من 15 إلى 25. المين فيكشن أو الثيرد هرمون ريبلانديا تفرزين الثيرد هرمون. الثيرد سيكريت تو ميجر هرمون اللي هو الدي 3 والدي 4 إضافة إلى الكوستكون تفرز هسه راح نحكي عن الموضوع. بوث هرمون بي فاوند انكريز ذا ميتابوليك ريت أو دبليو. ثيرد سيكريشن كنترول برايمري باي ينافس المحاضرة. المحاضرة هو الثيرويد ستيمولاتينج هرمون. الثيرويد هرمون بلاي امبورتنت رول مينتين ذا انرجي هيموستاسيس اند ريجوليشن ذا انرجي اكسبند. الفيزيولوجيكال افكت ميديتد باي مالتيبل تارجت اورجن. كل الجسم كل الخلايا تتاثر بالثيرويد هرمون. Primary stimulate the cell metabolism and activity. Fetal growth of hormone is vertical development, differentiation, maturation, and underscore severe mental retardation in the infant إذا صار deficiency من thyroid hormone حتى على البرين يأثر. The thyroid hormone derived from amino acid synthesis produced by thyroid gland in response to stimulation of thyroid stimulating muscle. I'm going to show you the process of forming the thyroid hormone with thyroid gland successful in the lectures. The effect, of course, thyroid stimulation hormone. Now, نقف هنا فنأخذ فكرة على thyroid gland. Thyroid gland. نقف على just تذكرني يا دكتور قبل شوية على الخلايا الموجودة في thyroid gland. Follicular cell أو epithelial cell في تشتت كمية قبل شوية هي هاي تفرزين الثيرويد هرمون طلع بطار كلام إضافة الفوليكولار سيل عندنا طارة فوليكولار سيل وهاي تفرزين الكورسيتوني يسموها بسي سيل الفوق من كالسيوم ميتابوليزم طار كلام الاندوثيليال سيل موجودة داخل مدار الكابيلاري وهي تفيدنا للبلاست سبلاي ممكن ينقل الثايرويد هرمون او ينطينا يوصل لنا الثايرويد سوليتي من اضافة الى الفايبروبلاست والليمفوسايد والذي يوصل سكرتري فاكشن يونت الثايرويد هرمون هي الثايرويد فوليكولار سيل سموها بالفاكشنال يونت consists of layer of thyroid arranged in the central cavity يعني تكون البوليكولار سيل داخلها راح يكون كافيتي يومن وهذا اليومن يحتوي لنا على الثايرويد جلوبين يحتوي على الكولويد 30% of thyroid mass هو الكولويد يحتوي على الثايرويد جلوبين الثيرويد جلوبولين لي سنترال من سينثيسيس اوف سترونج ثيرويد هرمون راح نشوفها بالصوره ان شاء الله راح نحكي عليها راح نشوفكم اياها بالصوره احسن وبعدين نرجع تسلسل ترى هاي الصوره قدامكم هذا صوره ليفوت هاي فوليكولار سيل شوفوها دائرة دائرة مسحدات وكبيناتهم اليومن هذا اليومن يحتوي شنو على الكولر اللي هو يحتوي على الثيرويد جلوبولين الثيرويد جلوبولين الفوليكولار سيل شلون يفرز؟ يفرز اندر كنترول ثيرويد ستيمولاتينج هرمون ثيرويد ستيمولاتينج هرمون ايش راح يسوي هنا بالثيرويد؟ اولا راح يحفز لنا الرف اندوبلازميك ريتيكولوم والكولجي اوفرش راح يسوي لنا شنو؟
بيسيكو ثاني قومين يروح على كولر ثاني راح يحفز لنا يودي يدخل عن طريق سكندري اكتيف ترانسبورت سيمبورت ويزا صوديوم ثالثا راح يحفز لنا الاتحاد هنا اللي يصير بين الثايرويد وبين بين الايودي وراح يجي الثايرويد سيموليتنج هرمون اكو نار ريسبتر موجود بالانتراسيلر راح يحفز لنا الرف النيوكليوس والكولجيو بريشر راح تفرز لنا الثايرويد جلوبين راح ينفرز يروح وين؟ بالكولاي هنا الكولاي هاي هنا احكي على هاي المنطقه واضح؟ راح يجي بعدين يحفز ايضا يسوي ستيميليشن بالريسبتر مالوجي يدخل عن طريق السكندري اكتيف ترانسبورت وذا صوديوم راح ينقل لحد ما يوصل الى اليومن راح يتحد وذا ثايروجلوبولين يسوي لنا اما دايت ثايرو او مونو ثايرو اللي هي دي اي تي او الام اي تي داي ايردا ثايرويد او مونو ايردا ثايرويد دنيل راح يفتح دنسويه يسوي لنا الدي 3 والدي 4 واضح؟ راح من يفتح دنسويه ايش راح يسوي البوليكولاسيا؟ راح يسوي لهم اندوسايتوسس تاخذهم وياي؟ من راح يسوي لهم اندوسايتوسس؟ راح يجي اللوستاسوم يتحد ويا هاي الفوليكل اللي صارت هنا بالاندوسايتوسس راح يرتب الهرمون على وضعيته الاخيره تي 3 والتي 4 راح يرتبه اللايسوسوم عن طريق عمليه البروتوسس وبعدين اكزوسايتوس راح هنا يصير انكولز بالفيزيك واضح؟ هاي عمليه تكوين الثايرويد هرمون راح نرجع نقراها خطوه خطوه شلون راح يدخل الايوديم شلون بعدين Thyroid hormone synthesis. Large number of closed follicles are filled with the secretion substance called colloid. على الحكي نفسه راح نحكي هسه كقرار. هناك الطلاب اعترضوا قالوا استاذ ذاك هوايه والاستاذ نفس الحكي وذا كرره باكثر من استاذ. يعني هسه اذا سويت لكم اياه البحث سويت لكم اياه صار ثلاث صفحات مو اكثر. انت اذا سويت سحبت الاستاذ يصير 80 صفحه. كيف؟ تنزل لكم اياه وقت ثلاث صفحات تقروها بس راح تصيرون مثل الطرشان بالزفه او تجوها مثل ما شرحها نصير قدامكم واضح كيفكم؟ وات؟ وات؟ قال وات؟ هي نفس نفس المحاضره وات جوا نفس المحاضره لا ما كنت ينادي لا لا ما تعرف نفسي إذا بورد ما تبقى هيك انت ترتبوها بيناتي سوا وورد انت بس تنزل كلمات كل اربع صفحات او كل اربع سلايدات راح يصير نص صفحة او كل خمس سلايدات انا اذا اسوي هيك على مود الفين اما اذا اريد اكتب اسوي وورد تصير بس ثلاث صفحات حتى الصورة طيارات تصير تكون بس الكتابة نرجع نحكي على المحاضرة بعدين نسوي تصويت ما كنت هنا لا نزلك يا وورد خلي بس صورة احكي لك ما تريك كتاب عشان انت عندك اكو يا صحيح لازم اختار لك بس صور واحكي لك يا نزلك يا وورد تقرا اما المحاضرة ما تطول اذا ايش راح افتحها انت بس بكريتيكولوم والكولد جوبرتشر هو راح يسوي سنتزيس للثايروجلوبولين مثل حكينا قبل شويه Major consists of colloid is large glycoprotein, some of thyroglobulin. Thyroglobulin contain the thyroid hormone T3 and T4. اللي هو البريكيرسر مالته راح يصير من عنده. The bottom of thyroid follicular cell is important in overall function of the cell. Thyroid hormone synthesis required iodination of the tyrosine residual protein thyroglobulin. يصير ايودينيشن عم يساوي لنا الام اي والدي اي تي. This process occurs in the colloid epicloblasm. في هاي المنطقة قلنا لكم.
الأياد يد أياديين إز أوبتين باي ذا سيركوليشن. هسه بنحكي شلون حصل على أياديين كم سلايد بالأخير. The thyroid hormone synthesis occurs in the apical of the thyroid epithelial cell and hormone release in this lateral side of the cell. This is the apical cell, it's going, we first build basal. By calling now the apical, we're interested in basal the circulation. High, the follicle, وهيقدر من الداخل هو الكولاي راح تكون دي عملية تكوين الثايرويد هرمون يتحدن ويا يصير فيها يودينيشن ويتحدن أما يسوي مونو أيودو ثايروبلوبين أو دايودو ثايروبلوبين بعدين يتحدن أما دايودو يسوي لنا تي 4 أو ويا مونو يسوي لنا تي 3 بعدين راح يصير إندوسايتوسيس تأخذ الفوليكل تيجي اللايسوسوم تتحد وياها الزرقاء تفرز لنا الثايرويد هرمون التي 3 واحد والتي 4 واحد بعدين يصير سيركل ايضا ديفيوز لنا للسيركوليشن واضح عملية تكوين الثايرويد بأكثر من صورة بأكثر من كلام وأكثر من سلايد شيل هذين يختصرن سلايد نص صفحة بس أقل نص صفحة واضح؟ هي هي افضل لكم هيك عم تضل تثير المال. هنا ذات صار لو ثايرويد راح يصير ستيموليشن للثايرويد ثايرويد ريليزنج هرمون سوي لنا ستيموليشن للثايرويد ستيموليشن هرمون ينفرز يروح للثايرويد هذا الأكونار ريسبتر صار يدخل عن طريق البلازما ممبرين يشتغل بالريسبتر داخل الخلية شو يسوي لنا؟ يحفز لنا الأدينين سايكليز عم داخل الخلية ويحفز الإندوبلازم كريتيكولوم والكولجر اللي عم تكون لنا ثايرويد جلوبولين داخل اليومن أو ذا فوليكول بعدين يطلع لنا الثايرويد يزداد ومن يزداد راح يصير هنا نيجاتيف فيدباك يسوي انهيبيشن للثايرويد جلوبولين ثايرويد ريليزنج او ثايرويد ستيميليشن هرمون الثايرويد ستيميليشن هرمون ترانسبورت عن طريق الجلاند للثايرويد جلاند باندنج ان ريسبتور لوكيتد ان ديزا لاترال ممبرين اوف ذا ثايرويد فوليكول اوف ذا ثايرويد سيل الثايرويد ريسبتور ان ذا سيل ممبرين يحفز لنا جي بروتين كوبل receptor on critical development growth and infection of the thyroid gland. من راح يجي الثايرويد ستيميليشن هرمون مو بس راح يحفز لنا الفوليكل تفرز لنا الثايرويد جلوبين ايضا راح ينشط لنا الشانل يدخل الايودين عن طريق السيمبورت او سكندري اكتيف ترانسبورت وذا صوديوم ايضا بالستيميليشن اوف ثايرويد هرمون ثايرويد هرمون تيجيت ذا ريسبتر اوف ثايرويد ديد تو ستيميليشن اوف secondary messenger pathway of adenine cyclase involved in predominant cyclic adenine monophosphatase في الخلية الفوليكل when the thyroid is present to the high concentration the secondary message activate thyroid stimulation activation result stimulation of all state involved in thyroid hormone when good all state يعني شنو all state يعني حفز لنا ثايرويد ستيميليشن اول ستيب اوف سينسيتيز اوف ثايرويد هرمون يعني راح يحفز لنا تكوين الثايرويد جلوبولين راح يحفز لنا دخول الايودين راح يحول الايودين نشطه من ايودايد الى ايودينيز لان احنا نحتاج الايودينيز يتحد ويا من؟ ويا الثايرويد جلوبولين مو الايودايد هذا كله بال اليومن او ذا فوليكل واضح؟ وراح ينشط اتحاد الايودين ويا الثايرويد جلوبين كونين الدي اي تي والام اي تي وبعدين ينشط كلها راح تاثير ثايرويد ستيميليشن كل خطوات تكوين الثايرويد راح ينشطها. فالثايرويد اكتيفيت ريزلت اوف ستيميليشن اوف ذا اول ستيت اوف ذا ثايرويد هرمون سينثيسيس انكلود الايودين ابتيك الاورجانيزيشن
production and release of iodine, thyronine from the gland and promotion of the thyroid growth. The part of the process, thyroid stimulation and hormone regulated the thyroid uptake, the nutrition as well as intracellular receptor transport, specifically protein involved in the thyroid, and storage and release. The thyroid من ناحية طالع البلاد معظم 80% أو أكثر راح يسوي bonding with the protein. وكمية أقل راح يطلع free. ما سوف نحكي إن شاء الله. Formation and secretion of the thyroid, the main hormone secreted by the thyroid were T3, thyroxine, and T4 hypothyroxine and T3 triiodothyronine. بنات دي قدام لا تسولف ولا دي ورا لا تحجون ليش هاي دي هرمون ايودين كونتين امينو اسيد T3 مور اكتيف ذان T4 T3 also formed in peripheral tissue by the deiodination of T4. It's a deiodination in fossil. It's a winner T3. And now deiodination on tariq an enzyme in deiodinase. Diodinase up to 3 type. Diodinase enzyme 3 type. واحد من ذني 3 type بس واحد يحول T4 إلى T3. الأول راح يحول لنا T4 إلى reverse T3 اللي هي مو أكتف. الثاني اللي يحول لنا T4 إلى T3. الثالث المحصلة مالته هي T2. وليس T3 يكون inactive. واضح؟ هذه باكر مش تاخذون. Release of thyroxine or thyroidothyronine from the thyroid gland. About 93% of thyroid hormone release from the thyroid gland is thyroxine. يعني T4. 7% هو فقط T3. The human thyroid secreted about 80 microgram, يعني 103 millimol, nanomol, T4, and 4 microgram, 700 millimol, T3. The thyroid is ingested colloid by the endocytosis in the cell of the globular and colloid mirror with the lysosome, هذا كله حكي معاد, حكيناه قبل شوية. Peptide bond and iodinate residual and thyroglobulin are breaking down to proteases of the lysosome. راح يعطينا المحصلة بالأخير T3, T4 related to the cytoplasm. حكينا شلون يتكون الثايرويد. حكينا شلون تأثير الثايرويد سيميليتين هرمون. زين احنا نحتاج الايودين. ايودين بينجر. الايودايت بامب ingest orally or absorb on the GIT to form normal quantity of thyroxine. نحتاج 1 milligram per week. The first stage of formation of thyroid hormone is transport of iodide from the blood to the thyroid. شلون النقل؟ ينقل عن طريق السيمبر أو السكندري active transport. يصير بالفوليكل يسموه بعملية الترابينج. يلحصه ويسحبه. The normal gland, the iodide pump concentrated in iodide about 30 times the concentration of blood. سيحفظ.
30 ضعف الموجود الثايرويد الايودايد اكثر من ما موجود بالسيركيليشن. Iodide is removed from the circulation by the cell of the thyroid gland used in the synthesis of the thyroid hormone. Yes, the basal membrane of the thyroid is less suitable to pump iodide activity in the interior of the cell. احنا جبنا البيزل ياخذ ويفرزه بعدين يطلع وين؟ بالليبكل عمل عملية تكوين الثايرويد هرمون عن طريق انها عملية السين بورتر وذا صوديوم. يعني يستغل طاقة الصوديوم اللي دخلت تذكروها بالسكندري اكتيف ترانسبورت الانتي بار والسين بار. This called iodide trapping. The rate of iodide trapping is involved with several factors. The most important factor هو concentration of thyroid stimulation hormone. هو اللي يحفز العملية. إضافة إلى concentration of the iodide موجود في البلاد الشكل إضافة إلى أكثر من factor. بس هنا يهمنا الفاكتور النورمال لازم الثايرويد هرمون موجود عم يحفز الثايرويد ستيموليتنج هرمون موجود عم يحفز لنا دخول الايودايد. قلنا لكم بالحكي اللي حكيناه قبل شوي بالشرح اهم عمليه تكوين الثايرويد هرمون يصير تحويل الايودايد الى ايودينيز عن طريق الاوكسيديز. تحويل الايودايد الى ايودينيز والايودينيز هو اللي يجي يتحد ويا الثايروغلوبين كيول تو كومباين دايركت وذا ماينس التايروسين موجود الثايروغلوبين يسوي لنا الثايروغلوبين الايودينيشن وذا تايروسين ثايروغلوبين تيك بليس ان ذا كولون. حتى الان عمليه تكوين الثايرويد هرمون واضحه ولا الفيدباك ميكانيزم يحتاج احنا حكي اكثر من مره راح يجي ستيموليشن من الثايرويد من الهايبوثالاموس للثايرويد الميتيتري تفرز لنا ثايرويد ستيموليشن هرمون هناك راح يجي اللي هو ثايرويد ريليزنج هرمون يسوي لنا ستيموليشن الميتيتري تفرز لنا ثايرويد ستيموليشن هرمون هاي راح يسوي لنا تحفيز عمليات اول ستيب اوف ذا فورميشن اوف سينثيسيس اوف الثايرويد بالثايرويد. وين راح يزيد؟ راح يروح قبل مباشرة نسوي لنا انهبيشن وين؟ بالهايبوثالاموس ماكو ثالث ريليشن هرمون. هذا هو النيجاتيف فيدباك اوف الثايرويد. هنا ايضا راح ياثر عليه بالهيموستاسيس. قد موجود نسبة الثايرويد اذا انكريز او انكريز او نورمال. راح ياثر على عملية الفيدباك ميكانيزم اللي حكيناه قبل شوي. الثايرويد ستيموليشن هرمون هذا الزاد راح يسوي انهبيشن مو بس الهايبوثالاموس يسوي انهبيشن البيوتيتري عم بتفرز لنا الثايرويد ستيموليشن هرمون وهي حلوه باي تي 3 الى تي 4 نسبه من 1 الى 10 الى 1 الى 13 هنا يكون 93 هنا يكون 7% التأثير ما تتقل من كل المجلس راح نحكي فيها بالتفاصيل. The thyroid hormone release and transport. Iodinase drives tyrosine or diiodinate by the iodinase enzyme. The T4 and T3 pass into the circulation. راح يطلع قلنا 33% هو T4. معظمها راح يتحول اذا تحتاجها الى T3 عن طريق الدايودينيز. قلنا لكم دايودينيز هناك 3 تايب اوف دايودينيز. السكند تايب هو بس اللي يقدر يحول لنا تي 3 تي 4. الفيرست تايب يحول لنا الى ريفيرس تي 3 يكون انكتف. اوفر دون ذا انشور يو داي اباوت 1 هاف تايروكسين سلولي دايودينيز بيفورم ذا اديشنال تايب ايزو ثيرونين تي 3. The T3 and T4 combine with the thyroxine binding globally and thyroxine binding albumin or pre-albumin. وين نطلع عن هذا الطريق؟ نربط بين البروتين globally و
الألبومي ينقل الميبلات عن هذا الطريق. نسبة قليلة راح تكون هي الـ 3 T3, T4 released by the gland and bonding to transport serum protein, the thyroglobulin bonding protein 95% والبقية thyroid bonding pre-albumin. The free in bonding hormone level maintain the constant regulated by the thyroid function. And here in the 93 معظم الثايرويد هرمون راح يصير في باندنج، الكمية القليلة الفري هي راح تشتغل اكتف على الجسم. هنا الاكتف اكثر شيء الاكتيفيتي مين راح تكون؟ من التي 3 راح الاكتيفيتي هو اصلا التي 4 يتحول الى تي 3 عن طريق الدايوجينيز ديزاين. من نقيس هنا تي 4 بالبلاز راح يقيس لنا سوي الباندينج والريل باندينج. التي 4 هي اجينيت انتوغرافال تو تي 3. 80% of تي 4 produced by this process. هذا الميتابول هو التي 3 قلنا لكم احتمال يتحول الفيرست قلنا لكم الدايوجينيز انزيم هنا 3 تايب. First type راح يحول الى reverse T3 which inactive metabolic inactive. اكو third diagenase enzyme يحول لنا T4 الى T3 وبعدين مباشره يحول الى T2 وايضا راح يكون inactive. بس من يتحول الى T3 راح يكون active. A thyroid hormone is required for the normal cell metabolism. When thyroid hormone released into the circulation must of the circulate binding to the protein. A small fraction which hormone will be 0.03 T4 and 0.3 of T3 circulated free. Now they show this but the circulated free. من T3 راح يكون أعلى 10 أضعاف من T4. This fraction circulation bulk to bioavailable and can be entered the cell binding to the thyroid receptor. يكون activity باعتبار كمية أكثر للT3 على الريسبتر of the cell. Two thyroid hormone T4 binding more tightly to the binding protein than T3. And this lower metabolic clearance and don't half life. باعتبار راح يرتبط T4 أكثر قوة ويا البانding راح يكون الهالف لايف مالته راح يكون اطول 7 ايام بينما تيتي راح يكون الهالف لايف مالته 1 دايز. هنا يكون سكريشن زياده عن طريق الكدني التي 3 تي 4 فري وليس البان. الباندي كو ثايرويد هرمون بلازما بروتين شورت سيركيوليتي ريفيرسو اند ديلي ذير كليرنس. كما بقى باندي راح يبقى بالبلاد variation of the tyrosine binding protein. Cause of the increased binding protein, بعض الحالات تزيد binding the tyrosine اللي هي pregnancy, estrogen, cirrhosis, hepatitis, tuberculosis, كل ذي اللي راح يزودن الباندينج بينما كوز ديكريز الباندينج مثل بروتين مال النيوتريشن اذا قل النيفروتيك سندروم اذا راح يقل البروتين. احنا بدنا نحكي على الباندينج بدنا نحكي على سنتس او بروتين. حتى الهيباتيتس بس مذكورة بين هذين راح يبقى البروتين بالبلازما مرتبط. بالنسبة للهيباتيتس الوصاية تكسير وقاعد يتحرك في الجانب نفس الشيء هو هيباتيتس راح يصير بعدين سيروسس. حتى هو الذاكرة اذا صار وصل الى درجة الهيباتيك فينال هذا يخلي يصير على العموم
الفري تي 4 ايجوالي كونستانت للوورد كونديشن، يعني الفري ما له علاقه بالبروتين، هذا نفس مسار البروتين. خلصنا من التكوين وسنتسيس وسيركيليشن اوف الثايرويد هرمون. راح نحكي عن فيزيولوجيكال فانكشن اوف ذا ثايرويد هرمون. ثايرويد هرمون كريد ذا سيلر ميتابوليك اكتيفيتي، حكينا قبل شوي. يزود لنا بيزل بيزل ميتابوليك ريت تو 60 من 60 الى 100% above the normal when the large quantity hormone is released. Rate of equalization of food for the energy accelerate. عند زيادة دائما تلقى جوعان ياكل. Rate of protein synthesis increase. The thyroid hormone increase the number and activity of mitochondria. Thyroid hormone increase the activity of transport of the ion through the cell. هاي الحكي in the general، بنحكي هذا الحكي تأثيراته in the general. رح نحكي على كل سيستم شو يسوي كخطوات، شو يسوي بالكاردوفاسكولار، شو يسوي بالأذر بارت. وعلى العموم رح يزود لنا الميتابوليزم بالفيل، رح يزود لنا الجروث، رح الديفلوبمنت اند انكريز الكاتيكولامين افكت. سيرم ميكانيزم اوف ذا اكشن. الثايرويد هرمون اذا دخل الخليه عن طريق الممبرين ترانسبورت الريسبتر مالته وين راح يكون؟ راح يكون داخل الخليه. اول ما يشتغل بالسايتوبلازم، بعدين يتحول للنيوكليوس. موجود الريسبتر اوريدي بالسايتوبلازم، بعدين يتحول يسوي لنا ميوتيشن بالجين. عادي يعني صح حكي، بس اول ما يشتغل وين راح يشتغل؟ اشتغل بالسيتوبلازم. الريسبتر اوف الهرمون انترا سيرال دي ان اي باندنج بروتين هذا هرمون ريسبونس تو ترانسكريبشن فاكتور، لذلك هو ما يشتغل راح يزود لنا الميتوكوندريا. بعدين يشتغل ايضا بالنيوكليوس. انسايد ذا نيوكليوس هرمون باندنج تو ذا ريسبتر يسموه بالهرمون ريسبتر كومبلكس اللي هي سيجريتد انتركتو سبيسيفيك سيكونس اوف دي ان اي promote and response genes. The effect of hormone receptor complex binding to the DNA modulate the gene expression, either by stimulation or inhibition of transcription of specific gene. Follow? هذا داخل الخلية. In general, some effect of thyroid hormone increase the basal metabolic rate. Rate of which the body use the oxygen, transport nutrient, the carbohydrate, the fat, the protein, the energy cooler, the thyroid hormone, the protein synthesis, the bone growth, neuron maturation, and cell differentiation. هاي ايضا affect the body in general. اول effect راح ياثر لنا على growth. Thyroid hormone يأثر على growth manifestation and growth into the children. This is the hypothyroid. شو يسوي هنا؟ The growth retard. يعني ليش إذا صار زيادة بالثايرويد هرمون بالأم، شو نتوقع بالطفل شو راح يصير بيه؟ شو راح يصير بالطفل؟ إذا زاد؟ ليش؟ راح يصير يقول growth retardation. ليش؟ يعني هو طبيعي يحاول ينظف الاوستيوبلاست بس هو على الماتوريشن. بعد عندي واحد جواب بس انا احكي على الثايرويد. بس احنا اذا صار زياده بالثايرويد هرمون بالفيميل وهي بريجننت شو تتوقع من الفيتس الداخل شو راح يصير بيه؟ من يطلع الدنيا شو راح يصير بيه؟ على قال الجروث التردش قلت له امنا بالله ليش؟ راح يصير هايبوثايرويدز ما راح يصير
تصير زيادة. الحين نقل الهايبوثالاموس عشان نيجاتيف فيدباك الهرش. فراح تدل الثايرويد للطفل. وهي مشكلة معظم الأطفال إذا صار أي سبب الثايرويد يزيد خاصة البريجننت. ناكم دائما البريجننت. أو قلنا دائما البريجننت هي أكثر تصير فدائما تتوقع أنها تصير ثايرويد إكسبرس أو هايبر ثايرويدس. The growth develop in the, of the brain during the fetal life few years and postnatal life require the thyroid hormone. Stimulation of the carbohydrate metabolism, stimulation of fat metabolism, decrease of concentration of cholesterol, phospholipid, the triglyceride, increased number of low density lipoprotein, which within the high density and low number اعتبار يكون منظف في الفيه. ايضا البودي ميكانيزم ان جنرال الثايرويد راح ياثر عليه. ويانا جاوت حمادي وياي مدانجين واحد يسولف داير ان شاء الله. يعني بس اول اصلا داخل المحاضره اللي وراها الاعتبار يأثر على الميتابوليك in general. فهو راح يأثر على البدي ميكانزم هذا ودي كم جسم كبر مالته ويصغر كلها راح يأثر عليه. راح يأثر على الكربوهيدرات ميتابوليزم. راح يأثر على العملية الجلايكونيوجينيسيس كلها. ويأثر على الإنسولين راح يزود الإنسولين راح يحتاج. راح يأثر على الفات ميتابوليزم. Decrease the concentration of cholesterol and phospholipid اللي حكينا قبل شوي. ايضا يأثر على البروتين كون البروتين هذا يأثر بالمحصل على body mechanism. بالكارديوفاسكولار تذكرون بالكارديوفاسكولار احد الاسباب اللي زودين الهارت ريت زودين السترونج ما اكيد قال لكم هو زياده الثايرويد هرمون. ليش؟ لان الثايرويد هرمون راح يزود السترونج كونتاكشن اكزابيلتي اوف ذا سيل المايوسايت او الكارديك سيل. زين بالمحصله راح يزود لنا الهارت ريت راح يزود لنا الكارديك اوتبوت. زين كلها راح يزودها منه الثايرويد هرمون. راح يصير انكريز ذا هارت سترونج انكريز ذا سترونج اوف ذا كونتراكشن الكارديك كونتراكتيليتي الهارت الكارديك اوتبوت انكريز ذا بلد فلو كلها راح يزودها نتيجه زياده السترونج. Increase respiration, increase the utilization of the oxygen and formation of CO2 and rate and deep breath and respiration. نشط الخلايا مال respiratory. طبعا كلام بابا بنات. الجايتي راح يزود لنا الموتاليتي راح يزود لنا السكريشن. يسوي زي تتري افكت السنترال نيرفوس سيستم. Hypothyroidism subject of extreme nervousness and anxiety. دائما تلقى عند الهايبرثيرويدزم متنرفز وقلق وفي هنا يزيد الاكزيتاتوري او ذا سيل اوف ذا سنتر نيرفوس سيستم. Effect in the function of the muscle. اذا صار زياده بالثيرويد هرمون ايش راح يسوي لنا؟ كلام اللي قدام الكبار ايش راح تجي ورا؟ ايش راح يسوي لنا اذا صار زياده؟ أبسط شيء راح يسوينا شنو؟ تريمر. راح يسوي بالكونتراكشن الريلاكسيشن راح يكون فيري سلو. تبقى الحالة الحالية حالة كونتراكشن إذا صار زيادة بالثايرويد هرمون. بس إنكريز ثايرويد هرمون ويك أوف ذا مسل تيشو بريك بالهايبوثايرويدزم كوز مسل بيكم ريلاكس ستوري. إذا صار اللي هو نشط الخلية يسوي كونتاكشن ريلاكسيشن اذا صار كله بالعكس الريلاكسيشن مالته راح يكون وايضا راح يسوي لنا اذا صار زياده بالتريمر كاركترايز اوف ذا هايبرثايرويدز. بالستيل باعتبار هو هايبر اكتيفيتي ونيرفسنس هو الانكزايتي يقدر ينام
راح يأثر على السيت، راح يأثر على السيت، يكون تيردس على السيت. effect in the endocrine. قلناكم هو شو يسوي بال مثل البنكرياس شو يسوي له؟ third one increase the secretion of muscle endocrine, increase the thyroid secretion, cause increase the glucose metabolism. وإذا زاد الجلوكوز عند metabolism شو يسوي؟ cause corresponding increase the insulin secretion. هذا effect of the thyroid. هنكملكم ذا البقية المحاضرة عند ساعة الأخيرات كلكم. هنكملكم البارثورة والكاسيتونية حاول نجيها سريع بس سكتوا تعالوا طعنا نجيها الوحدة بس. البارثورة هرمون وين صايرة؟ صايرة تشوفها أربع خلايا جلاند على الثايرويد واضحة؟ فالباراثيرويد سبور باراثيرويد هيومن لوكيتد ان يجري بيان ذا ثيرويد بيان ايتش ابر اند ايتش لور بارت. الباراثيرويد كونتين تشيف سيل سكريتد الباراثيرويد هرمون. الباراثيرويد بولي بيبتايد يتكون من 84 امينو اسيد. هاي البوسين مالتها وهاي تشيف سيل. باراثيرويد ايش راح تسوي لنا ذا الانفريد؟ تسوي لنا ريجوليشن اوف كالسيوم. اذا قل الكالسيوم ايش راح يصير؟ راح ينفرز الباراثيرويد. ايش راح يسوي الباراثيرويد من يجي؟ اولا راح ينشط فيتامين يسوي اكتف من 1 22 25. الدايوكسي هاي الكوليسترول ثاني اذا حولها الى 25 كوليكالسيكرون اللي هو دي 3 فيتامين ينشط يسوي اكتف. من يسوي هذا السلكتف ايش راح يسوي؟ راح يروح للانتستين يشتغل يسوي ابسوربشن الكالسيوم. نفس الوقت الباراثيرويد ايش راح يسوي بالكدني؟ راح يحكي بالكدني ايش راح يسوي؟ راح يسوي ري ابسوربشن يزوده. ايش راح يسوي لنا بالبون؟ يخلينا ينشط لنا الاوستوكلاس عامل موعزن ويطلع لنا الكالسيوم للسيركوليشن. هذا هو الحكي بس هو هذا. ريجوليشن اوف ذا بلازما كالسيوم ليفل باي كريتيكال نورمال سيل فانكشن اند نيورون ترانسميشن اند ممبرين ستابلتي. بون ستراكشر بلاد كوجنيشن باعتبار يحتاج الكالسيوم اند انتراسيلر سيجنال اللي هي كلها شغل كالسيوم. ريجوليشن ريليز اوف ذا انتراكشن وباراثيرويد هرمون from a thyroid gland and dietary vitamin D and calcitonin next to the thyroid from the thyroid gland. هنا الكالسيتونين شو كيف راح ينفرز؟ هاي بارا جلاسي. لا زاد الكالسيوم عكس شو؟ الباراثيرويد. مين ينفرز؟ مين الثيرويد؟ يا خلية؟ باراثيرويد. سي او سمو باراثيرويد. بالا فوق الفارق قطعت يجيكم البالا ترانسفورميشن بون ديسوبشن اند ريليز ذا كالسيوم ذا سيركيليشن ان كيدني بالا ترانسفورميشن ذا كالسيوم وي ابسورب ان اورجانيك اند الاورجانيك فوسفورس سيكريشن يسحب لنا الكالسيوم ما يخلي ري ابسوربشن ويطلع الفوسفورس. واضح لو بدي احكي سريع اليورا واضح الباراثيرويد؟ جيد عافية. In addition to baratheroid stimulation, hydroxylation of 25 hydroxyvitamin أو يسموه بالكوليكالسترول. الكوليكالسترول راح يجي انكتد مين؟ من الليفر. يوصل للكدني. راح يشتغل على الباراثيرويد حوله شنو؟ إلى اكتد. الفيتامين increase the intestinal absorption of the dietary calcium and renal reabsorption of the filtration calcium. In bone, vitamin D increase the bone absorption and result in increase the release of the calcium into circulation. راح يحولنا من قلة كالسيوم يساعدنا الكالسيوم وين؟
بالبلاد بالسيركوليشن. الكالسيتونين هنا يكون كونتركت، هنا الكالسيتونين عكس شغل الباراثايرويد، يفرز الشوكت اذا زاد الكالسيوم. افكت باراثايرويد انهبيتر بون ريزربشن اند انكريز رينال اكسكريشن، عكس باراثايرويد راح يشغل العظم عمود يمتص الكالسيوم ويطرح الكالسيوم من الكدني. In overall result the intervention of parathyroid hormone, vitamin and calcitonin to maintain the hemostasis of the calcium. We have our calcium hemostasis at the three years. هي شنية؟ Parathyroid, calcitonin, إضافة إلى شنو؟ فيتامين D. واضح؟ إذا قلل بقى الكالسيوم راح يحفز السيل الباراثايرويد تفرز لنا الباراثايرويد، الباراثايرويد راح يشتغلون على الكدني، اولا ينشط لنا الفيتامين، ثانيا ريابسورب الكالسيوم، ثالثا اكسكريشن الفوسفورس. ثاني عمليه راح تكون وين؟ بالكدني. يجي الفيتامين دي اما راح يشتغل انتستانس امتصاص الكالسيوم. ويروح للبون ايضا الباراثايرويد ايش راح يسوي لنا؟ ينشط لنا الاوستيوكلاس عم تحلل لنا تطلع لنا الكالسيوم في السيركيليشن. واضح؟ زاد الكالسيوم ايش راح يسوي؟ راح يسوي انهبيشن الباراثايرويد سكريشن. هاي اللي قاعد تفيد بوت مود. واضح؟ واضح ولا لا؟ افكت اوف باراثايرويد ذا كالسيوم اون فوسفورس كونسنتريشن. الباراثايرويد انكريز ذا كالسيوم اون فوسفورس ابسوربشن فروم ذا بون. Decrease the excretion of the calcium by the kidney, increase the renal phosphate excretion. In addition, it's within the phosphorus and calcium from the bone. Yeah. هنا هي الاوستيوبلاس عندي ممكن تنشط طلع اثنيناتي ما طلع بس الكالسيوم. يعني تيجي شغلها تطلع اثنيناتي واضح؟ هسه راح نحكي شوي. The main physiological effect of parathyroid maintain the plasma calcium hemostasis. Release controlled by tight feedback system by the plasma calcium concentration. Small change in the plasma calcium level taken by the parathyroid calcium sense receptor. Small change in plasma calcium أكون أكل parathyroid sense receptor calcium sense receptor يتحسس ورأس اللي فرزنا الباراثايرويد. In acute decrease in circulation calcium level, hypocalcemia exhibit biophasic wave of the thyroid release. Reform the parathyroid disease by the secondary following by the increase in parathyroid hormone synthesis are released an hour later. Tight regulation of parathyroid release of the circulating calcium level is another example of negative feedback. واضح حكي قبل شوي حكينا. بالبون الباراثايرويد تو افكت كوز ابسوربشن اوف ذا كالسيوم اند فوسفورس. ريديت فيس بيجين ان ذا مينت انكريز ذا بروجريسيف فور ذا سيفرال اور. This phase results from activation of already exist of the bone cell to promote the calcium and phosphorus absorption. The second phase is slower. أول ما يشغل خاصة إذا نقص قوي الكالسيوم يدي first phase طلع الكالسيوم حرف خلال ساعة. The second phase يبعد يشتغل يدي عليك because several days and result the proliferation of osteoclast followed by the increased osteoclast reabsorption. هالكلام هذا هسه خلوا المحاضرة بدون سوالف قاعدين لنا سوالف هاي سولفوا وياي يا اشكي الاستاذ قاعد نطلع خلينا نكمل. Renal parathyroid increase in the reabsorption of the calcium. حكي ده يصير مكرر صح بس على ودكم. Oxycretion of the phosphorus. Increased calcium reabsorption accordingly in the distal tubule.
I'm collection deck on ascending lobe of the heli. Blood intestine, blood, calcium, real absorption and post-mortem increase formation of 1,25-dihydroxycholesterol. You are inactive vitamin. هاي توضيح الصورة راح نتشالها الصورة إنه إذا زاد إذا أقل يسوي لنا البارثايرويد يأثر على البون يأثر على الكدني البون الكدني راح يسوي اكتيفيشن للفيتامين دي وراح يروح للتستين يصير فيها ريابسوربشن كالسيوم والبون يصير ريسوربشن ويطلع لنا الكالسيوم حد يجوز إذا زاد راح يسوي لنا كل حكي مكرر control of the thyroid by the secretion by the calcium iodine slightly increase the calcium iodine the extracellular fluid the parathyroid increase rate of secretion نفس الحكي كالسيوم اللازات شرح يسوينا يزودين البارثيرويد بارا ثالث بيشتغل بعدين إنه ما تخد ثلاثة عم يسوي الكالسيوم إذا أقل إذا أقل الكالسيوم راح يسوي البارا ثالث إذا أقل إذا زاد الكالسيوم راح يسوي هيمشي للبارا ثالث راح يفرز لنا شنو كالسيتونين عم يحافظ على الاتزان يعني فرزة من التايرويد سيسيال يسموه بالبارا فوليكل تايرويد سيسيال واضح هنا بالبلاد سيركل كالسيوم ستيميليشن اوستيوكلاست ريليز مور كالسيوم ديكريس سكريشن اوف ذا كيدني اند مناطق شلون يجينا الكالسيوم اكتيفيشن اوف فيتامين دي الكالسيتونين نحكي عليه ايش كان سلايد از بيبتايد هرمون سكريتد باي ذا ثايرويد ديكريس ذا بلاد ان حالات ديكريس للبلازما كونسنتريشن سيلز ذا سكريشن كالسيتونين اوكر وين بالبارا فوليكل سيل lying in the interstitial fluid between the follicle thyroid. The parafollicle cells surrounded by the follicle. Most parafollicle cells synthesis all secretion, the calcitonin, to some other C-cell. Provincial located in the central region of the thyroid gland where the follicle is activated in the gut. The parafollicle secreted regulated factor. إضافة إلى هنا البارافوليكل مو بس تفرز لنا الكالسيتونين راح يصير تحفيز الفوليكلز تفرز لنا الثايرويد هي ايضا راح تفرز سكريتوري ريجوليتد فاكتور اذر ذان كالسيتونين موديليت ذا فوليكل سيل اكتيفيتي هنا يصير الباراكران شغله تفرز لنا تشتغل هنا تتذكرون الباراكران حكينا باول محاضره عم ينظم يساعد الفوليكل يعني مو بس يفرز لنا كالسيتونين فقط واضح برايمري استيميشن اوف كالسيتونين سيكريشن انكريز ذا كالسيوم كونسنتريشن ريدكشن الكالسيوم كونسنتريشن كوز باي ذا كالسيتونين within hour in both for stimulation of parathyroid hormone هنا كل ميزان هيموستاسيس الكالسيتونين lower the calcium by slowing the calcium release يقلل الريز الكالسيوم من الاوستيوبلاست يقلل يمنع الابسوربشن من الانتستين من الانتستين يمنع الابسوربشن من يصير اكسكريشن للكدني السلايد الاخير قلنا وين فيرس طبعا من السي سيل ويأثر على البون هنا اذا كوانترا ليزر يستخدمون الكالسيتونين يسوي بروديوس سيجنفيكانت افكت البون من الدنسيتي يستخدموه بعلاج البون دنسيتي الكالسيتونين less effect in prevention of cortical bone less than cancer bone and less than post-menopausal خاصة في post-menopausal شغل راح يكون أقل